التنمية، طريق التنمية هو راح يغير كل هذه. اليوم طريق التنمية ممكن يخلق فرص عمل ما نحلم بها، لا نفوت ولا هذا. ليش؟ لأنه هذا على طوله يغنينا، ماكو شيء يغني، ماكو اقتصاد بالعالم يعتمد على سالفة. لا يعني مر جزء من النفط مشكلة، لا عالجنا الاعتماد. احنا كل ما ضفنا عوامل تساعد ممتاز. احنا ما نريد نوقف الاعتماد على النفط، خلينا نعتمد بس بنسبة اقل. نعم احنا اليوم هذا اللي دا اقوله. يعني شوف حضرب لك مثل، الصندوق الاستثمارات السعودي العامة صار كذا سنة يشتغل برأس بأصول وصلت تقريبا 700 مليار. هذا طلع أرباح 36 مليار دولار. أوكي، بقى النفط بالسعودية لاعب أساسي. بس هذا من 10 سنوات، خطة 2035 عاشت إيدك. هم جدا يحاولون يقول لك إحنا ننزل الاعتماد ولكن ما نقدر نلغي. ليش نلغي شيء دا يجيب لي فلوس؟ ليش ألغي؟ هنا النقطة الأساسية، طريق التنمية هو طريق مصنوع للشباب، لأن الشغل كله للشباب، العمل كله للشباب. هذا احنا بدنا نشتغل على هذا معقد، يراده تشريعات، يراده دراسات، كلش هواية. سألتني على اقتصاد الأحزاب. نعم، وتأثيره على الاستثمار. الآن أنا ما راح أحكي على اقتصاد الأحزاب، أنا راح أحكي على يسموه الاقتصاد الموازي. الاقتصاد الموازي عند المواطنين هنالك مبلغ يصل إلى 90 تريليون دولار مدى تدخل بالاقتصاد. هذه مضمومة لأنه المواطن يخاف. هذه موجودة في المنازل. موجودة نعم. أنا حسألك سؤال، ماكو شيء يم الوالد، ماكو شيء يم الوالدة، ماكو شيء جو المخدة، ماكو مواطن عراقي ما حاطه بجيبه. هاي ليش؟ هذه أولاً عبر تاريخ طويل من الحروب والمشاكل دائما يقول لك فلوس يمي اخذ واطلع. هاي واحد. اثنين، عدم الثقة ربما بالمصارف. اوكي. ثلاثة، انعدام الابواب الاستثمارية. انا اليوم لو اعطيك فرصة استثمارية المبلغ صغير 5000 دولار، 2000 دولار، 1,000,000 دينار، 500,000 دينار، انت شكو خليها بالبيت تروح تستثمرها؟ بس وين هي هذه؟ هذا بدنا نشتغل عليه. هذا الاقتصاد يراد ينضم إلى الاقتصاد الأصلي. إذا احنا دمجنا الاقتصاد، يسموه هذا الاقتصاد الرمادي. هذا الاقتصاد الرمادي إذا اندمج ويا الاقتصاد الأصلي راح يزيد، شوف راح يزيد الناتج القومي مالتنا بنسبة تتجاوز 35%. بمعنى آخر نبدي كل مواطن يجي له مدخول 35% اكثر. حضرتك المليون يصير 1,350,000، هيك تنحسب.